مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الجزائر العاصمه الاكاديمي والمعارض اسماعيل معراف. اهلا بكم استاذ اسماعيل. بدايه، سابقه في تاريخ الانتخابات الرئاسيه الجزائريه ان يفوض احد المرشحين شخصا لتقديم اوراق ترشحه للانتخابات، هل هناك في القانون ما يمنع تقديم اوراق مرشح عن طريق الوكيل؟ على الاستضافه، واحسنت التوفيق في التقرير في التدخل في السؤال او في دباجه السؤال عندما قلت بانه شيء غريب. والان الجزائر والرئيس بوتفليقه وايضا عصابه الحكم التي تقف وراءه هي تقدم الجزائر بهذه الصوره الغريبه والمشينه وايضا التي تسيء الى تاريخ هذا البلد. من ناحيه الدستوريه جاب على سؤالكم، ماده 28 هي واضحه وعكس ما كان يتردد في قنوات الاعلام العربيه وايضا الجزائريه بانها غير واضحه. الماده 28 من الدستور الجزائري تقول بان الترشح يكون شخصي وان الملف الذي يسلم الى امانه المجلس الدستوري المخول قانونا ودستوريا لتلقي ملفات الترشح ينبغي ان يكون المترشح شخصيا. لكن نحن نعرف بان الجزائر، هل هذا يعني اننا سنشهد طعنا بهذه الخطوه بهذا الترشح؟ لا اعتقد. لماذا؟ لانه اولا القضاء غير مستقل استاذي الفاضل، وهناك تكميم للافواه في الجزائر، وفي ايضا قوات قمع تمنحنا صراحه تعتقلنا مره، وايضا تمنحنا من حقوقنا المدنيه والسياسيه وعدم السماح لنا بان نقول لان الاعلام في الجزائر مدجن، وبالتالي انه مثل هذه الخطوه لا تخطئ شيء. لكن دعني اقول بانه ما عمله اليوم هو تقريبا سوف يجد له من الشارع المقابل، ودعونا الى اننا ننزل مره اخرى الى الشارع لمظاهرات وربما سنذهب الى عصيان مدني حتى يتراجعوا عن هذه المهزله السياسيه والدستوريه التي اعتقد انه ما فيش بلد عربي مر بها مثل ما تمر بها الجزائر، حتى الاخراج السيء في بلدان عربيه كثيره فيها الدستوريه فيها القمع، لكن دائما فيه الاخراج الجيد، بينما نحن في الجزائر حتى الاخراج سيء ويسيء ويعطي الانطباع بانه الذين يقفون ويحكمون الجزائر اعتقد انهم لا يتمتعون حتى بذكاء سياسي. سيد اسماعيل، اذا سمحت لي، هناك سؤال ملح نطرحه دائما حقيقه منذ الحديث والاستماع لقضيه عزم بوتفليقه الترشح مره اخرى. في هذا الوضع الصحي الحرج الذي لديه وهذه التقارير التي تخرج التي تتحدث عن دخوله بغيبوبه او شبه غيبوبه وفي جنيف للعلاج وما الى ذلك، لماذا الاصرار على ابقائه هو كمرشح لمن يقفون خلفه؟ اولا الرئيس بوتفليقه عمل منذ 20 سنه وتوليه للسلطه، والغريب انه بوتفليقه دخل الحكم بطريقه غير قانونيه وغير شرعيه، جاء على ظهر الدبابه، العسكر هم الذين الجنرالات هم الذين جاءوا به لانهم مستفيدين من الوضع، فدخل وانسحب سته مترشحين، تاريخ معدلته بعد 20 سنه، الان سيترشح للانتخابات ليس فيها ولا شخصيه سياسيه معروفه بالجزائر. كلهم غير معروفين في المشهد السياسي ولا يحملون لا برنامج ولا غير ذلك، وبالتالي انه من يقف وراء ترشيح هذا الرجل الجثه نحن نقول الان والمريض والموجود الان في الطابق السادس في احدى المستشفيات في الشترة الى غير هما لانهم مسؤولين على نهب خيرات هذا البلد، هم الذين استفادوا من 1000 مليار دولار صرفت غير مستحق، هم المستفيدين من الفساد الى غير ذلك من رجال الاعمال والجنرالات نافذه في القرار السياسي في الجزائر. ولكن دعني اقول لك شيء ونشكر قناه الرافدين لانه تغطيتكم عكس تغطيات القنوات العربيه السعوديه الى غير ذلك التي تقف مع النظام الى غير ذلك. الرافدين تبقى في قلوبنا لانكم انا تابعت كثير وحتى داخل المعارضه نقدم لكم كل الشكر وكل التقدير على هذا وقوفكم مع الاراده الشعبيه. المظاهرات السلميه 22 فبراير 1 مارس اعطت درس ودعنت حتى العلبه السوداء في النظام انها تعجز حتى على ايجاد مخرج
يمكن لو تابعت اليوم. استاذ اسماعيل، اذا سمحت لي طبعا في البدايه انا اشكرك على هذه الاشاده القيمه منكم لقناتنا، لكن إن بقينا بالشأن الجزائري نتحدث قليلا، من تقدموا للترشح أمام بوتفليقة وانسحب البعض منهم الآن ومن لديه بعض القاعدة الجماهيرية التي تنشط حاليا، هذا الانسحاب هل هو نتيجة يأس؟ هل هو نتيجة فقدان أمل أن ينسحب من أمام الترشح؟ ونربط بسؤال آخر، في حال لو استمر بوتفليقة بقضية ترشحه هل سنشاهد تصعيدا في الشارع الجزائري؟ يعني السؤال في شطرين. اولا الشطر الاول استاذ هو انه نحن، انا شخصيا كخبير وكمعارض الى غداك اكاديمي، فاستدعى الى المعارضين كي يستمرون بارائي وايضا طروحاتي الى غداك. واحنا حاولنا اننا من البدايه اننا ندفع بالمترشحون الذين لديهم ثقل، مثل الدكتور عبد الرزاق مقري هو زعيم الاخوان ويمتلك حركه حمص قاعده شعبيه في الجزائر ووضع انتخابي، فكنا نضغط عليه بأن لا يشارك في هذه المعزلة. لماذا؟ لأنه حتى نصلحه أم العالم، أيضا رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ علي بن فديك الذي أيضا لديه شعبية ولديه حزب اسمه حزب طلع الحريات ولديه تمثيل قوي داخل الشارع إلى غداك. أيضا البارحة فقط كنا في اجتماع متأخر مع المعارضة معه وأقنعناه بأنه الذهاب إلى الانتخابات ليس يأسا، ولكن النظام القمعي تقريبا جعلها انتخابات مغلقة وهي في صالح هذا الرئيس المريض الذين سيفرضون على الشعب الجزائري فرضا. وايضا اذا شاركتوا فانتم ضد الحراك الشعبي، لان المسيرات تتكلم بالملايين، 13 مليون جزائري خرجوا الشارع الاستاذي، فكلهم قالوا لان من يشارك فهو مشارك مع هذا النظام القمعي. النقطه الثانيه هو انه الان يعني الان بدا الحراك، بدات ايضا التفكير في المسيرات السلمية ولن نترك الشارع لأنه هذا هو مآلنا. أيضا سنضغط على القوة الأيضا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لأنه هم أيضا من يدعم هذا عصابة الحكم إلى غداك، ونقنعها أن الجزائر لابد أن تكون فيها ارتداء وإلا تتحمل المسؤولية. ثم النقطة الأخرى، ربما سنذهب إلى عصيان المدني على كل غدا سيكون لنا لقاء مع المعارضة وسوف نناقش كل هذا القضايا. أستاذ إسماعيل معراف الأكاديمي والمعارض الجزائري، شكرا جزيلا لك.